قرارات الأمم المتحدة الأكثر تأثيراً وقسوة في تاريخ الأمم هي قرارات الحرب والتقسيم. فلسطين والسودان دولتان عربيتان شطرهما سيف التقسيم بقرار أممي، فيما دولة ثالثة تسعى جهدها لمنع هذا التقسيم وهي العراق. Yes. Haiti. Yes. Honduras. Abstain. Iran. No. قرار تقسيم فلسطين هو الاسم الذي أطلق على قرار الجمعية العامة التابعة لهيئة الأمم المتحدة رقم 181. صدر القرار في 29 من تشرين الثاني سنة 1947. صوتت 33 دولة مع القرار و13 دولة ضد التقسيم، وامتنعت 10 دول عن التصويت. القرار 181 تبنى خطة تقسيم فلسطين القاضية بإنهاء الانتداب البريطاني وتقسيم الأراضي الفلسطينية إلى 3 كيانات. دولة عربية تبلغ مساحتها 11,000 كيلومتر مربع، وتقع على الجليل الغربي ومدينة عكا والضفة الغربية والساحل الجنوبي الممتد من شمال مدينة عسقلان وجنوبا حتى رفح، مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودي مع مصر. دولة يهودية تبلغ مساحتها حوالي 15,000 كيلومتر مربع على السهل الممتد الساحلي من حيفا وحتى جنوب تل أبيب والجليل الشرقي بما في ذلك بحيرة طبرية وأصبع الجليل والنقب وما يعرف بإيلات حاليا. القدس وبيت لحم والأراضي المجاورة تحت وصاية دولية. جلسة تقسيم فلسطين شهدت تأجيلا لمدة أيام لكي تضمن الفئات المؤيدة لقرار التقسيم أن يصدر قرار التقسيم عن الجمعية العامة، وبالنتيجة فقط صدر لكن بأغلبية بسيطة جدا. ومما يذكر عن تلك الجلسة أن مثلا رئيس شركة فايرستون للمطاطيات اتصل برئيس ليبيريا وأقنعه بأن يغير تصويته من استنكاف عن قرار التقسيم إلى تأييد لقرار التقسيم. أحبت سوريا، أحبت عدد من الدول العربية أن يحال إلى محكمة العدل الدولية لكي يحكم في مدى شرعيته، بمعنى أنه هل تستطيع الأمم المتحدة تقسيم بلد ضد رغبات سكانه ودون استفتاء لهؤلاء السكان؟ لكن هذا المسعى العربي لإحالة الأمر إلى محكمة العدل الدولية لم يتم الأخذ به. عندما أعلنت النتيجة انسحب المندوبون العرب من الجلسة وأعلنوا في بيان جماعي رفضهم للخطة واستنكارهم لها. وقال وزير الدفاع الأمريكي آنذاك جيمس فوستال في مذكراته تعليقا على هذا الموضوع إن الطريق المستخدمة للضغط ولإكراه الأمم الأخرى في نطاق الأمم المتحدة كانت فضيحة. ما جرى هو أنه منذ قرار تقسيم فلسطين لم نستطع توحيد الموقف العربي بشكل كامل. جرى توحيد الموقف العربي في مؤتمرات قمة نادت بضرورة عودة اللاجئين إلى بلادهم، نادت بضرورة لجم إسرائيل، لكن لم ننجح في ترجمة هذا الأمر على الواقع. يبقى السؤال كبيرا ومحيرا، وطبعا تختلف الإجابات الصادقة عليه. هل كان علينا أن نقبل أم كان علينا أن نرفض؟ أحب أن أقول أن التاريخ يجري مرة واحدة، حصل ما حصل، علينا أن نتعظ بما حصل، أن نرى أين أخطأنا وأين أصبنا، ثم أن يعيننا ذلك في تفهم ما يجري وفي معالجة الأمر الراهن الذي نحن فيه. حرب الإنقاذ جاءت بعد عام واحد على التقسيم ولم تنقذ الحق الفلسطيني،
الصهاينة أعلنوا دولتهم، وحدثت النكبة التي سحبت وراءها كل نكبات العرب حتى اليوم. السودان كانت أكبر دولة عربية في المساحة حتى عام 2011، وقبل ذلك بستين عاماً كانت جزءاً من مملكة واحدة مع مصر، عاصمتها القاهرة. اندلعت الأحداث في دارفور سنة 2003، وكانت مقدمة لنزاع مسلح تدخلت فيه الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، مما أيقظ قضية الجنوب وجعلها عرضة للمساومة. أصبح جنوب السودان دولة مستقلة في 9 من تموز سنة 2011 على إثر نتائج الاستفتاء الذي أقر الانفصال بنسبة 89.83% من الأصوات. تقسيم السودان كان خسارة للدولة الأم بكل المقاييس، حتى ولو كان ذلك بهدف التشبث بإقليم دارفور. هذا التقسيم جدد القلق من تشظي وادي النيل إلى دول جديدة بسبب نقص التنمية وأزمة المياه في النهر الخالد. العراق بعد أحداث 11 من أيلول عام 2001، كانت لجان التفتيش التابعة للأمم المتحدة تبحث في المصانع والقصور الرئاسية العراقية عن دليل يثبت وجود أسلحة نووية، مكيدة دبرتها الولايات المتحدة خلال حكم جورج بوش الابن لتكون مسوغا لغزو العراق. الهدف من الحرب على العراق هو تدمير أسلحة الدمار الشامل، إلا أنه لم يكن هناك أي منها. تدمير الدولة العراقية تسبب بموجة نزوح هائلة وانهيار الاقتصاد وازدياد العمليات الإرهابية في كل المناطق. كل ذلك لم يكن بحجم انتهاكات الجيش الأمريكي. لم تنتهي مأساة العراق بسبب الإرهاب، وحتى بعد مرور 16 عاماً وستة أعوام على خروج القوات الأمريكية، لم تتوقف العمليات الإرهابية في العاصمة بغداد. ورغم أن الأمم المتحدة لم تشرعن غزو العراق واحتلاله، فإن صمتها عن تلك الجريمة يضاف إلى سجل التواطؤ الأممي الممتد منذ تأسيس المنظمة الدولية.